11 يلعب عرضية خطيرة جول. مجدد الترحيب بحضراتكم، ما زلنا طبعا مستمرين وتعقيبنا على مباراه القمه 115، والحمد لله فاز فيها النادي الاهلي 3-0 على نادي الزمالك، والوصول للنقطه 39 وتصدر بطوله الدوري ان شاء الله مستمر بامر الله من خلال فريق النادي الاهلي اللي ليه مباراه ايضا مؤجله امام نادي المقاولون العرب. خلينا واحنا بنتكلم على التعقيب سواء بقى فني او يمكن هيكون جزء بقى ما بعد المباراه من الصحافه ومن كل ما محبي النادي الاهلي، اكيد لازم واحنا بنتكلم يبقى في متخصصين بشكل كبير. طبعا في الاستوديو معايا برحب بيه طبعا كل من النجوم الكبار، بدايه من كابتن عادل تيمه نجم النادي الاهلي ومنتخبنا الوطني. كابتن عادل برحب بحضرتك. كابتن عادل. اهلا كابتن فاروق. منور. نورك. ايوه كابتن عادل. ايضا الناقد الرياضي الكبير استاذ عصام شلتوت، برحب بيك استاذ عصام. اهلا بيك كابتن. منور. ويعني دايما الواحد بيبقى سعيد لما يكون في المكان المناسب سواء مع مذيع متألق كلاعب وبعدين إضافة لقناة وقناة النادي الأهلي، واحد من كبار الحقيقة المدربين والفنيين في حقل كرة القدم كابتن عادل طعيمة، لأنه هذا الرجل يملك سي في الحقيقة مش أنا اللي هقول، لكن لابد من تذكير السادة المشاهدين والشباب تحديدا، لأن الأهلي إن شاء الله يعود عندما يعتمد على الخلطة السحرية، مش السرية، السحرية لكبار أبنائه اللي هم دايما كانوا في معامل تفريغ النجوم. تحياتنا ليك يا استاذ عصام، منور دايما فاروق. اذكر حضراتكم بس يمكن مباراه الدور او الجوله ال 17 كان لسه مستمر، احنا في مباراه الاسيوطي والجيش وتقدم الجيش حتى الان 2-0، يمكن من منذ قليل طبعا في كاس مصر المقاولون يعني بيفوز على مصر المقاصه بضربات الجزاء، ولسه بقى يعني ده الفريق السابع، لسه طبعا الفريق الثامن اللي عشان دور الثمانيه هو اول منتظر ما بين الاهلي والداخليه، وفي انتظار هذا اللقاء وان شاء الله يكون طبعا النادي الاهلي. بدايه واحنا بنتكلم بقى على لقاء القمه ومهم جدا، الاسماعيلي كمان هيلعب الساعه 8 النهارده طبعا مباراه الاسماعيلي والنصر، هي مباراه موجوده ايضا في الاسبوع 17 من الدوري الممتاز، منتظرين طبعا هذا اللقاء اللي هيكون ان شاء الله الساعه 8. كابتن عادل واحنا بنتكلم على لقاء القمه كابتن، يعني من خلال حضرتك ورؤيتك لهذه المباراه، يعني سيناريو المباراه كان من بدايته الكابتن عادل المتابع بشكل جيد سواء للاهلي او للزمالك، هل كنت تتوقعه بشكل كبير كابتن عادل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه لازم اشكر عصام بيه على المقدمه وطبعا انا بهني قناه النادي الاهلي برجوعها سالمه غانمه. كان منورها كابتن، ربنا يكرمك. فمبروك لجماهير النادي الاهلي والمجلس اداره اللي جه بعد سنين كنا يعني بنعاني منها، ولكن ولله الحمد رجع مجلس الاداره وفال قوي وجميل انه المباريات بتتتالى والنتائج ولله الحمد في تصاعد مستمر. مباراه الاهلي والزمالك كانت بين استقرار إداري وفني وبين عدم استقرار إداري وفني. الوضع الطبيعي إن لما يكون في هناك استقرار إداري واستقرار فني غالبا 99.9 بيبقى في مكسب. ممكن يبقى في استثناء إنك ممكن تخطف حاجة وتجري. الحاجة التانية، الجهاز الفني في النادي الأهلي احترم جدا نادي الزمالك، على الرغم إنه أحيانا يقال ان مع تغيير المدرب ممكن يبقى فيه طفره ان اللعيبه عايزه تثبت
كفائتها قدام المدير الفني الجديد علشان، ولكن ده الاستثناء الباطل اللي هو مش ممكن ابدا يوصلك لاي نجاح. هي بيدخلوا في الكوره يا كابتن عادل فكره الامثله الشعبيه، يعني الغربال الجديد له شده، ده كلام مش في الرياضه في ولا في العالم. لذلك في بس هو كابتن في يقول لك بعض الناس زي ما استاذ حسام بيتكلم كده ان بعض اللاعبين بيحاولوا يوروا المدير الفني الجديد احقياتهم ان هم يبقوا متواجدين، ممكن يكون بوعاد يعني زي ما شفنا باسم مرسي امبارح كان بعيد. ما ده اللي انا بقوله، ده الاستثناء. والاستثناء ده 1% لان العلم لا العلم بيقول كده، علم كرة القدم صحيح، ولا اي حاجه في الدنيا تقول ان انا عدم استقرار اداري وفني واكسب، هكسب مباراه ولكن مش هكسب دوري ولا هكسب حاجه ثانيه. الحاجه الثانيه، الجهاز الفني احترم جدا نادي الزمالك، عمل حسابه كويس قوي، اراه كويس قوي، عارف ان التشكيل كان التشكيل قبلها بيوم كلنا كنا عارفينه، عارفين ان باسم هيلعب وعارفين ان حفني هيلعب. فاذا انت برضه من ضمن النجاحات في النادي الاهلي انك انت بتبقى عارف برجالك وبعينك اللي موجوده في نادي الزمالك، انت عارف مين التشكيل اللي هيلعب. الحاجه الثانيه، بدايات المباراه حسام وجهازه الفني قروا المباراه كويس قوي وعارف ان هيبقى في خلل في وسط الملعب، لانك انت لما تلعب بثلاثه حريفه في وسط الملعب ما بيقوموش بواجبات دفاعيه، وانت عندك ابطال حسام عاشور وعندك السوليه وعندك مؤمن وعندك وليد سليمان. وليد سليمان بالمناسبه يعني ميسي النادي الاهلي امبارح، هو ميسي، هو ميسي متالق صراحه بقى. لا يعني امبارح الباصات بتاعته هو ميسي النادي الاهلي، الباصه اللي هو عملها الجول التالت دي ما يعملهاش الا حاجه عبقريه من العبقريات الجامده جدا، من ادواته. امال ايه، حط وش الجزمه وعبد الله السعيد. فطبعا في المقابل الجهاز الفني لنادي الزمالك للاسف الشديد غامر مغامره غير محسومه وغير محسوبه، ان انا اجي في التوقيت ده في مباراه زي دي وانا ما عنديش خلفيه ابدا على اللقاءات اللي بين الاهلي والزمالك، ما كانش متحضر كويس، لعب بلعيبه اول مره تلعب، فطبعا كل دي كانت امور مش مظبوطه. فطبعا يبقى الجهاز الفني درس كويس قوي. الحاجه الثانيه والمهمه جدا، توفيق ربنا انك انت عشان انت محضر كويس ومذاكر كويس بيجي جول في الدقيقه الاولانيه او في الدقيقه ثلاثه، ثم في نهايه الشوط يعني توقيتها، ثم الجول الثالث في توقيت برضه في بدايه الشوط الثاني. فده ثلاث اهداف غير طبعا الاهداف اللي ضاعت. مفيش شك انه النادي الاهلي الاقدر على الفوز، نادي الزمالك يمكن طبعا هنتكلم بعد كده على طريقه اللعب، هكلمك على طرق اللعب طبعا كابتن عادل. خليني استاذ عصام، كابتن عادل هو بيتكلم على الاهداف، يعني الهدف في الدقيقه 2 ده سيناريو الى حد ما كان مطروح لكابتن حسام البدري مثلا، لكن ما بعده الهدف الثاني والثالث، هل السيناريو ده نفسه خلى الهدف الاول بالذات يا استاذ عصام خلى اللقاء يبقى بالشكل اللي احنا شفناه ده؟ لا، هو الجزء الفني بجداره طبعا كابتن عادل ممكن يبقى ليه ملامح مختلفه، لكن انا اقول لك انه بعوائد المتابعه كصحفيين نعمل في المجال، واضح جدا ان حسام البدري ما عملش مفاجاه للزمالك، لانه هو كان مهتما باداء فريقه وبتثبيت تشكيله واختيار خطه، لدرجه انه ما علمته انه عمل محاضرات بالفيديو لفرقه الزمالك ولمشاهد مع إيهاب جلال مع المقصة وإنبي عشان يوريهم هو بيلعب إزاي، الرجل الذي سيدير المباراة أمامه كمدير فني وطريقة لعبه. صحيح طبعا اتقال كلام مش في الكورة، والحقيقة جمهور الزمالك ده جمهور عظيم، ما ينفعش يفضل طول الوقت بيتقال له حاجات غريبة، لدرجة إن الصديق والزميل العزيز أستاذ عمرو أديب امبارح، وطبعا أبيض الهوى طول عمره الراجل، ودي حاجة تشرفه طبعا الزمالك ده مش حاجة قليلة، قال لك بقى هم يقعدوا يقولوا لنا الاداره واللعيبه والمدرب، ده ناقص بقى يقولوا ايه ده الجمهور، يا جماعه الخلل خلل اداري لما يتحدث الرجل بقى بلغه فنيه وكذا. والدليل انه الحقيقه امبارح لا يمكن ابدا ان الحوار عشان تبقى مقنع لطرف على حساب طرف انك تخرج تلاقي البعض طبعا مش الكل في الاستوديوهات بيقول لك كيف خسر الزمالك؟ يا عم في حاجه اسمها كيف فاز الاهلي؟ حتى في ضربه جزاء اختيار خاطئ لنجم غائب عن اللعب هو باسم مرسي،
نجمه هو بيعتمد على الباور مش على الحرفنة. يعني احنا اعتدنا ان اللي ممكن يرتد له بصره سريعا في الملعب هو اللاعب صاحب الموهبة، لانه اذا ما جريش كتير هيلعبها وهو واقف حتى لو معتزل. عنده سنس الموهبة العالية، انا مش بقول باسم من الناس الهارد وركر وكده، وبالتالي يحتاج حساسية المباريات. فلما الشناوي يصد ضرب الجزاء يبقى أضاع باسم مرسي ولا أنقذ الشناوي؟ أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن في جمهور عظيم اسمه جمهور الزمالك الحقيقة، وأنا كاتب كده النهاردة، الضحك على الدقون عليه زاد الحقيقة. وبالتالي لا أحد يريد أن ينصف فريق التزم وخطط جهازه الفني وإدارته الجديدة اللي على رأسها نجم النجوم بلا أي محاذير محمود الخطيب، ولكن كعادة النادي الأهلي مع رؤوس كروية عظمى هو يمثل أحد أجياله كاب صالح الله يرحمه والتتش وآخرين، بس خلينا نقول آخر ثلاثة أسماء الناس رابطة دايما في التحديث بينهم وبين بعض، وكابتن حسن طبعا وزير الدفاع، واخد بالك؟ ما يجيش يقول لحسام ما احنا هنلعب بمين بكرة، ولا انت هتمشي مين وهتقعد مين، ولا أصلا يبقى في جلسة مع اللعيبة غير كالعادة التي عرفناها عن النادي الأهلي، ولا تحميل لأي لاعبين، مش بس كده، كالعادة التي علمناها أنه يقول لهم أن النادي الأهلي في الملعب هو ستايل النادي الأهلي وشخصية النادي الأهلي، أما عن النتيجة ما حدش بيسألكوا فيها. أظن ده حوار متكرر يا كابتن. يعني ولا أنا في مباراة الزمالك والأهلي اللي اتلعبت بشباب النادي الأهلي عظة لما كابتن صالح قال لا، اللي هيروح كابتن محمود الجارة الله يرحمه مش مدرب الفريق ده، وبالتالي هو يتحمل المسؤولية، وقال لهم النتيجة أي جوان تيجي بالأبيض ما تفرقش معانا، بحسب الحوار اللي عرفته يفرق معايا ان انتوا النادي الاهلي، شخصيه النادي الاهلي، مع السلامه عليكم. اذا هناك من يعي تماما ان الدور اداري، وان محاسن من يدير اذا كان من اهل كره القدم ان يكون اداري كفء فيختار الاطقم الفنيه صح، لكن مش يختارهم وعايز يشغل لهم بطارياتهم او عايز وجهه نظره الفنيه تطبق في الملعب او رؤيته او اختياراته لبعض اللاعبين احيانا. وبالتالي دي الحاجات اللي الحقيقه امبارح في اغلب الاستديوهات يعني كانت مفقوده الحقيقه. الكل يتحدث عن ماذا لو احرز الزمالك هذا، يعني ايه ماذا لو؟ طب هناك كلاسيكو بين برشلونه والريال في البرنابيو، ومن المعروف انه بين المتنافسين الكبار ما بيذهبش اكثر من 500 مشجع كوتا كده منعا لاي تصادم، انت في ملعبك بيجي لك 500 مع الضيف بس، وبما تروح له بتاخد 500 بس. وبالتالي نفس السيناريو، اداء واثق من برشلونه، عارف انه صاحب الملعب ستنتابه حاله هياج حتى مع نجمه زيدان اللي انا بعتبره لا زال حتى الان لا يقوى على الاداره كما كان لعبا في الكلاسيكيات، لا زال يحتاج للكثير خبرة. بس هم عندهم بقى بيقولوا، يعني الراجل قال لدي الكثير لاقدمه، وبالتالي ده المنطق اللي نفسنا يصل. لعب برشلونه نفس الجيم تقريبا، مش احتاط بقى ولا خاف ولا دافع زي انصاف يعني من يعلمون الكره، لا اختار طريقه ان يترك لك حراك. ثم يا اخي يا سبحان الله، محمد علي كلي هذا العظيم الراحل رحمه الله في الملاكمه كان هذا تقريبا هو ترمومتر اداؤه، ان يعني يحوم كالفراش ويلسع كالنحل، يلدغ كالنحل، ده كان اسلوبه بقى كمان. وبالتالي حسام البدري والذين معه اختاروا طريقه للاداء كان يجب الاعتراف بيها في بعض الاستديوهات التحليليه. تاني بقولها لحضرتك، حتى انا يعني كاتب نقط، يعني انه انت شغال على مداعبه احلام الزملكاويه، حتى لما اخترت مدير فني زي ايهاب جلال، الرجل اللي احنا مستبشرين، وانا عارف انا بقول لحضرتك ايه، لانه انت تنفخ في شخص قد تفقده بعد كده. يعني بينما انت بتقول ان الرجل بدا يصل للصف الاول، واضح كده انه عشان تقول عنه كلام كويس عايز تقول ان هو مدرب قدير ومدرب عظيم. طب بعد 5 سنين يا جماعه يبقى ايه بقى؟ ان شاء الله يعتزل؟ اكيد لا. وبالتالي يجب ان تضع كل شيء في محله، ومن ثم علينا ان نقر جميعا ان النادي الاهلي ادى مباراه كالكبار، اخذ ما يحتاجه من المباراه لدرجه انه البدري اخرج عبد الله السعيد صحيح ليرتاح قليلا قبل السوبر. يبقى ده الفريق الكبير صحيح. وده البدري الذي تدرج الى ان اصبح ضمن الكبار حقيقه. صحيح. وانت اتكلمت في جزئيه مهمه جدا، لا يمكن ابدا نحط الشكل بتاع الاهلي بتاع امبارح ده هو بس لماتش واحد،
لا ده هو سياسه واداره موجوده ماشيه. ما ده اللي بقوله المباراه. فانا يعني انا بحييك لحضرتك في عجاله. نفس الشخص صديقي عمرو اديب امبارح قال يا جماعه ما ليهم حق. عندهم مجلس اداره وعندهم سيستم وعندهم صحيح. كذا ما قالش صحيح. بس عندهم حوايا في الملعب. صحيح صحيح يا استاذ عصام. انا بحييك على هذه الجزئيه لان الجزئيه مهمه فعلا. الناس كلها بتتكلم على شكل الفني. طب ما احنا قاريين الماتش من قبل ما يبتدي نتيجه ان الاستقرار الاداري والفني ده. الله ينور عليك كابتن. يمكن كابتن حسام البدري هو بيتكلم في تصريحاته وقال لك انا يعني قريت نادي الزمالك وقريت المدير الفني لنادي الزمالك وعارف هو بيتعامل ازاي ولعبت على الاخطاء. من وجهه نظر كابتن عادل طيب امبارح اخطاء نادي الزمالك اللي قدر يستغلها كابتن حسام البدري. اولا هو نمره واحد هو عارف انه السردباكين الونش وعلي جبر الاثنين مش في حالتهم. يعني علي جبر بيعاني بقاله اربع خمس مباريات وبالتالي تمرير وهو عارف ان ايهاب جلال دايما بيحب يبدا الهجمه من تحت. دايما كل الفرق اللي هو بيتولاها بيحب ان هو يبدا الهجمه من تحت ما بيحبش ان هو يحارس المرمى بيسدد. فيبقى الاول يبقى فيه اضغط على علي جبر وعلى خط الظهر بحيث ان انا استخلصها في مساحه معينه. نجح فيها وتوفيق ربنا طبعا ما ننساهوش انك انت في الدقيقه 3 بتعمل عمليه الضغط بكثافه عاليه جدا بتوصل الكره لمرمى نادي الزمالك مع نوع من العشوائيه في عمليه التمركز لدفاع الزمالك. الكلام ده هو كان عامل حسابه كويس قوي لانه عارف ان ايهاب جلال كل تفكيره انه يهاجم بصرف النظر عن الواجب الدفاعي. دي برضه من مدرسه ايهاب جلال في شغله. الحته دي استغلها حسام مع توفيق ربنا وصل انه يجيب جول في بدايه المباراه. الحاجه الثانيه من ضمن الحاجات اللي الجهاز الفني بقياده حسام عملها كويس قوي امبارح انك انت بتسيب وسط الملعب بتاع الزمالك ويمكن جزء او 10 متر بعد دايره السنتر. ومعظم الاستوديوهات التحليل قالت ده الزمالك كان مسيطر ومستحوذ. مستحوذ ازاي؟ ده انت سايبه يستحوذ. انت استحوذ بس بعيد عن الثلاث خشبات. انت الشوط الاولاني نادي الزمالك باستثناء ضربه الجزاء انت ما فيش فرصه الشناوي ومسكها. يعني ما فيش ولا فرصه. فانت لما تستحوذ في وسط ملعبك او في الجزء اللي بعد خط السنتر ب 10 متر انت الاستحواذ ده مدى خطورته. بتتكلم على مدى خطورته ايه؟ والهدف الاول قدام حضرتك برضه وهو موجود قدام حضرتك على الشاشه برضه. ده لا يمكن يكون بالصدفه يا كابتن عادل على قد فهمي يعني. لا ضغط والراجل الليفت داخل جوه يعني ده اكيد شغل يعني. اولا نشوف الهدف ده كده كابتن. في حازم امام شوف كان فين. انا مستمتع بكلام. ما انا عشان كده حازم امام كان فوق على الدايره رأيت من حوارك الفني يعني. والراجل السوري وليد كان فوق ملوش دعوه. اتكلمت الاول على الضغطه كابتن. الضغطه نفسها كانت عامله ازاي على الشناوي. مين اللي رايح يشوف مؤمن فين؟ وطبعا الحاجه الثانيه انه ما فيش حد خالص. حسام طبعا وليد ومؤمن بصفه مستديمه احسن اثنين بيمثلوا ان انا بضم كراس حربه ثاني في توقيتات معينه. يعني الكره بتبقى ناحيه اليمين مؤمن لازم يبقى في الداخل ما يبقاش على الطرف. انت بتلعب على الطرف امتى؟ لما تكون بتادي الواجب الدفاعي بتاعك. وكذلك وليد. وليد حتى الجول الثالث كان على الطرف. صحيح. واحيانا تبص تلاقيه داخل في العمق. الحاجه الثانيه انا الجول الثالث انا هشرحه مع حضرتك يا كابتن لان طريقه اللعب اتغيرت في الوقت ده بعد تغيير عبد الله السعيد على طول 4-3-3. كابتن حسام بدري يمكن صرح بعدها قال فعلا هتلاقي وليد كان من الطرف قوي ووجود وليد ازارو كان الناحيه الثانيه مؤمن على نفس الخط فده ساعد كتير قوي. الحاجه الثانيه انه انت بتسيب الراجل يستلم بعد ما جبت الجول الاولاني بتسيبه يستلم ما بتضغطش تاني. انت خدت اللقطه الاولانيه والهدف الاولاني. السيناريو الثاني بقى اللقطه دي انا اسف كابتن عادل مين جري على ازارو اول واحده كابتن فاروق؟ مروان محسن. هذا هو النادي الاهلي. ده المبدا بقى اللي احنا كنا بنتكلم عليه. الله نادي المبادئ. ما هي جت لقطه من الحاجات اللي حضرتك قلتها اللي هي ايه الكل في واحد في شغل في مسؤول يتحدث هنا فني وهنا اداري وبالتالي ما يسمى مؤسسيه. اللي ساعات صحيح. الناس تقول لك مؤسسيه يعني ايه حضراتكم. الحاجه الثانيه انه برضو الجهاز الفني عارف ان نادي الزمالك لما حفني بيلعب والراجل اللي جه من النصر للتعدين اسمه ولي مدبولي يعني. عندهم الاستلام الكوره والمراوغه والحاجات ديت والاختراق من العمق كان بيسقط حسام عاشور ما بين السردباكين بتوعنا سواء رامي
او اشرف، فكان بيقفل الحته دي مخليها ضلمه بالنسبه له، ما فيش اي اختراق من العمق حصل خالص طول المباراه نتيجه الكثافه اللي كانت معموله في عنق الزجاجه ده. الحاجه الثانيه، بعد ما جبت الجول الثاني ابتدى السيناريو الثالث للمباراه، انك انت تلعب على المرتد. السيناريو الثالث، امال ايه؟ عمل ثلاثه سيناريو. السيناريو الاولاني ان انا بضغط، بعد كده ابتدى الضغط من نص الملعب كده، لان النادي الاهلي بعد الهدف الاول كابتن يعني فعلا ما كانش مستحوذ. بعد الجول الثاني، بعد الجول الثاني اول خمس دقائق غير مين؟ عبد الله الصعيد. ليه؟ هينزل اسلام محارب علشان هيأدي الواجب الدفاعي بتاعه كويس قوي والواجب الهجومي بتاعه كويس قوي، لان عبد الله عايز طبعا يريحه علشان الصوره دي نمره واحد، استفيد من حماسه اسلام محارب. وبعدين انا عاوز الفني اللي حضرتك بتقول عايز احافظ على ال 2-0، وهلعب بعد كده السيناريو الثالث، هلعب على المرتده. المرتده دي يعني جابت الجول الثالث، وكان ممكن تجيب اكتر من هدف ثاني نتيجه السيناريو الثالث. كان ممكن جدا في اخر خمس دقائق انه يدفع بمروان كنوع من التبديل، ولكن هو فضل انه يقلق عليه. لا يعني يقلق عليه، انا مش عايز يعني. هيديله خمس دقائق ولا حاجه، مش في صالحه. وبالتالي انا الثلاث سيناريوهات توفيق ربنا ثم الاجتهاد وقرايه وتوفيق ربنا سبحانه وتعالى ثم لعيبه بتنفذ واجبات المدير الفني بحذافيرها. مفيش واحد فيه خلل. يعني مؤمن جري اعتقد يمكن 12 13 كيلو امبارح، صحيح. وليد سليمان ما شاء الله، يعني تمريرات، رامي، اشرف، علي معلول، احمد فتحي ايه الروعه ده، حسام عاشور، مفيش، كلهم نجوم الحقيقه، كلهم نجوم قدوا مباراه رائعه. واجمل حاجه في النادي الاهلي وفي لعيبته دايما التواضع، تنفيذ تعليمات المدير الفني، صحيح. الخبرات اللي موجوده في الملعب ازاي انها بتساند الاولاد اللي هم ما بيلعبوش ماتشات قبل كده، الزمالك وخاصه ازارو وايمن اشرف وكل الولاد اللي كانوا جداد اللي ما لعبوش قبل كده ماتشات اهلي وزمالك، كان مدي لهم الثقه. والولاد الكبار اللي كانوا موجودين ابطالنا الكبار الحقيقه وقفوا وقفه رائعه. ماتش كان مهم جدا بالنسبه للنادي الاهلي علشان يعتلي جدول هي الدولي. منظومه كابتن موجوده كله الصراحه، يعني اللعيبه الصغيره مع الكبيره بيوجهوا بعض عشان يطلعوا بالماتش زي ما احنا عايزين. كابتن استاذ عصام، خلينا احنا بنتكلم كابتن ايهاب جلال، ما فيش شك ان هو مدرب مميز جدا، ولكن التعامل مع فريق زي النادي الاهلي بقدراته اللي احنا شايفينها في الفتره اللي فاتت، اعتقد ان كابتن ايهاب يعني كان المفروض يعمل حساب بشكل مختلف في هذه المباراه. هي التعامل مع هي دي الدروس اللي لازم يسجلها في اجندته. كما هو مدير فني لابد ان يعي ان هناك سيناريوهات على مدار حياتك في كل الشغل، تكتسب الخبرات ثم تستزيد منها ثم تنفذ، فيقول لك بقى صاحب خبرات، وبالتالي تبدا صغيرا حتى في السن، سبحانك يا رب، ثم تكبر تكبر تكبر، الحروف تتفسر تبقى كلام، الكلام يبقى تعليم، فتبقى عارف في النحو والصرف وهكذا. وبالتالي يا جماعه هناك فرق، انا الكلام ده بقوله لان بحب ايهاب جلال الشخص حتى قبل المدرب، وطول الوقت راجل مؤدب ومحترم، وشفنا بوادر مدير فني قد يصبح لانه لابد ان يتلافى اللي هنقوله ده، ان كان يمكننا توجيه رساله لي ولمن يريد ان يصبح في الفصيل او كلاس ايه او في الرقم او في الارقام الاولى يعني. وبالتالي ايهاب جلال قاد فرق كويس، قاد فرق بسي في مختلف عن الاهلي والزمالك، قاد فرق ايضا لم يكن لديها ادنى ضغوط جماهيريه، ثم اداره زي المقصه كفلت له حياه رغده زي ما بيقولوا. نجوم كبار يمكن، وانا بكلم الكابتن عادل قبل الهوا بقول له خد من الاهلي والزمالك، قال لي لا، خد لعيبه من الاهلي والزمالك كبار، يعني ليهم ستايل وليهم اسم، ما حدش بيساله. وبرده لازم نقول ان دي ادارات منتظمه برضه، ما كانتش بتتدخل وكذا، وبتوفر له كل حاجه. وبالتالي هو اعتاد بالتركيبه دي على محبته للكوره الحديثه ومشكور عليها، اللي هي فيها اتنين ديفندرات بس لعيبه كوره، ثلاثه قدامهم لعيبه كوره، واحد كمان فرود، وبالتالي بيقدر يصنع هجمه ويبدا الكوره من اول رجل زي ما بيقولوا حارس المرمى. لكن مثلا حافظ مش فاهم تلاقيها انه لازم برجلك، فالشناوي لازم يبصيها، لا يا عم، ده انت حوالين زميلك خمسة. فهنا حصلت العسامة. خلينا في الاول في ايهاب. وبالتالي لم يجرب ايهاب جلال نفسه مع ايا من الكبار تحت ضغوط،
لم يجرب ايضا الادارات الكبرى، لم يجرب اداره الزمالك التي اهملته مره بعد ما ترك المقصه. جمهور كمان ما تنساش، لا لسه ده الضغوط الجماهيريه. لكن هو لم يجرب هذه التجارب من قبل. لن يجدي مع الاهلي والزمالك فكره انك سيطرت، لا مع الاهلي والزمالك الحقيقه يعني ما حدش يزعل مني حتى مع افاضل الكره انه يكلمونا انه ده يعني معناه الكوره، لا الكوره يعني يوم 8 9 12 14 فلان هزم فلان. الاستمراريه في هزم فلان دي هي الكبار، مره وخطفه وجاريه زي ما قال كابتننا كابتن عادل، دي بقى الحاجات اللي على جنب اللي هي تنفع في الكاس، فتلاقي الصاعد من الدرجه الثانيه يقوم ضارب مانشستر سيتي مفيش مشكله. انما في الدوري لا يا حبيبي تعالى لي بقى. وبالتالي يحتاج إيهاب جلال لوقت طويل قد يضطر انه يصرح او يصارح كمان، يعني يصرح لنا ويصارح إدارة الزمالك انه في حاجة لبقية الموسم تحت التجربة، مش هو حاشا الله، لا لازم شغله ده ياخد بيه وقت. ما تقوليش ان انت هتيجي بكرة فتغير من واقع الزمالك وتغير من تدخلات كثيرة جدا، وانا بقولها وش اهو في عمل الادارات الفنية، يا رب المرة دي ما يبقاش فيه، لكن عليه ان يصارح الادارة ان امامه وقت. اذا كانت الطريقة دي هو عايز يعتمدها مع الزمالك، ممكن نسأل كابتن عادل هل الطريقة دي وهي معلوم انها كرة حديثة لكن بدون دفندرات يعني زي كاتوزو كده بالبلدي وكبشطة زمان وحسام عاشور، ولو انه حسام دلوقتي بقى بصير وكذا، هل تصلح مع الكبار مرة واحدة ولا لا؟ كابتن عادل يقدر يقول لنا، لكن انا بقول لك انه في حاجة او ما احوجه لحالة مصارحة مع نفسه ومع الادارة، هو يحتاج لوقت لدعم الافكار دي. ما تنساش كمان انه لعيبة كتير في الاهلي في الزمالك لم يكونوا اصلا من الدار او البيت الا قلائل، واظن حتى القلائل دول بقى مغضوب عليهم دلوقتي. بينما انا سمعت من الراجل ده ومن كابتن عامر ومن كثيرين ان الانديه الكبرى يجب ان يكون لديها من خرجوا من مدرستها، لان هو متعود في الناشئين ان التعادل حتى مع منافسه التقليدي الزمالك يعني برضو مش حاجه حلوه. التعادل مع الزمالك اهو وانت ناشئ اظن عشتها طبعا، صح ولا لا؟ صحيح. فلما تدرب ناس على كده فيبقى منهم خمسة ستة، يا عم مش هقول الحداشر، لا يجبروا الداخلين على الجسم ده انهم يعيشوا الحالة دي. لكن لما يكونوا كلهم جداد، طب ما هو الجداد دول وعشناها مرة في النادي الاهلي يعني، وكانت اسماء الحياة كويسة في الكورة، لكن كانوا هم احنا قريبين منهم وقتها يعني، مش هقول اسماء يعني، يقول لك يا عم احنا تعادلنا مع الاسماعيلي الناس بتشتمنا ليه؟ يا عم انت مش فاهم، الناس هنا التعادل مع الزمالك نفسه مش مرضي. والمفترض طبعا ان الزمالك من تربى ناشئا وشبابا في النادي برضه بيبقى مش مقتنع غير بالاول او على الاقل المنافسه على الاول. صحيح. وبالتالي هناك اوراق كثيره يحتاج ايهاب جلال ان يراجعها، وهناك طروح كثيره اذا اراد ان يظل بين الكبار عليه ان يقر ويوقع عقد مع الزمالك، انه محتاج لوقت. الوقت ده من وجهه نظري على الاقل يخرج منه الموسم ده، محدش قال انه يقول لهم انا هطلع العاشر، لكن يقول لهم اوعوا تفكروا ان انا جاي اوقع معاكم عقد كسنوات الزمالك الجميلة اللي هي اوعدكوا يا اول يا تاني، لا اوعدهم انك تصلح الفرقة دي اذا كنت انت كمان عايز تنتقل لشريحة الكبار، ولا مش عارف رأيك كابتن عادل ايه. حضرتك بتتكلم يعني موضوعا يعني اصل قد تنقل لإيهاب جلال بقى ان في ناس بتقطع فيك وكذا، لكن احنا بنحكي للناس واقع صريح يعني جدا. انا شفت تصريحات رئيس النادي كمان هو بيتكلم عليه بشكل مميز جدا، واكيد المصارحة اللي حضرتك بتتكلم عليها دي لازم الكلام الحلو لا يجدي، بالظبط زي القدريات في الكورة، ما حدش يزعل مني واحد اللي هي لو طيب. لو جت كذا كان يا عم لو يعني ايه؟ يعني طيب. ايه لو؟ الكرة مبنية على العارضة والإثارة وصدة وده ما جاتش جون بعد ما رقص الجون، فما تقوليش لو كان. اسمحوا لي بقى آخد مكالمة مهمة من واحد من لاعيبي النادي الأهلي الكبار اللي يمكن زي ما بيقول عميد لاعيبي النادي الأهلي في مباريات القمة، كابتن أسامة عرابي. مساء الخير يا كابتن. مساء الخير يا كابتن فاروق، مساء الخير طبعا بكابتننا الكبير الكابتن عادل طعيمه وناقدنا الكبير الكابتن عصام شلتون. مساء الخير يا كابتن اسامه، ازي حضرتك؟ الخير. توفيق يا كابتن. الله يخليك. كابتن يمكن كابتن عادل الله يخليك. يمكن حضرتك طبعا المدير الفني طبعا لفريق طنطا طبعا برضو كابتن من ولاد النادي الاهلي، كابتن اسامه من خلال رؤيتك مباراه الامس كابتن اسامه والنجاح الكبير لكابتن اسامه عرابي لاداره هذه كابتن حسام البدري انا اسف لهذه المباراه والفوز بثلاث اهداف، اعتقد ان جمهور النادي الاهلي كان سعيد بالامس، لكن من خلال رؤيتك لهذه المباراه برضه كابتن اسامه فنيا. مفيش شك، مبروك طبعا للجهاز الفني بقياده الكابتن حسام البدري ومعاونيه، مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب، جماهير النادي الاهلي، فوز كبير وعريض، فوز
متوقع كنتيجه، لكن يمكن ما مش كانش متوقع كعدد اهداف. يعني قبل اللقاء لما الناس كانت بتسال قلت بنسبه 80-90% المكسب للنادي الاهلي، وممكن تحصل مفاجاه لان دي كره قدم وماتش اهلي وزمالك. ولكن اللي يشوف المتابع لاحوال فريق النادي الاهلي من اول السنه حتى لو بيقابل عثرات شويه، واللي متابع لاداء وظروف نادي الزمالك يعرف النادي الاهلي اكثر استقرارا في كل شيء، اكثر استقرارا في 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 جهاد، اكثر استقرارا في اللاعبين اللي موجودين، صفقات محدوده في اماكن، يمكن في حاجات زياده شويه لكن ما فيش كان مبالغه في موضوع الشراء اللاعبين. نادي الزمالك يعني اكثر من 18-19 لاعب صفقات جديده، ممكن يكونوا لاعبين جيدين لكن من فرق مختلفه تماما، وكانه يعني ناس من 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 اسوان وناس من التعدين وناس من الجيش وناس من المصري وناس من، يعني ما فيش استقرار واضح لتيم نادي الزمالك. طبعا دي ممكن تحصل في انديه صغيره شويه، ممكن اكون انا نادي صاعد يحصل معايا كده، ممكن نادي بدور على مركز متاخر ممكن يحصل معايا كده احيانا، لكن بحجم نادي الزمالك اعتقد الصفقات كانت كتيره جدا رغم انه فيهم لاعبين جيدين قوي، ولكن ما فيش استقرار واضح لتيم نادي الزمالك تقول انه في 8 لعيبه اساسيين بقالهم سنتين بيلعبوا او 9 وفي تغيير في 1 أو 2، لكن النادي الاهلي مستقر في شكل التيم يعني. لكن وانت حضرتك بتتكلم في هذه الجزئيه كابتن اسامه، الو كابتن اسامه، انت بتتكلم في جزئيه يعني الفرق في حته الاستقرار ما بين الفرقتين، هل يعني كنا بنتكلم مع استاذ اسامه في جزئيه كابتن ايهاب جلال، هل يعني هذه الجزئيه ما ساعدتوش بشكل كبير في مباراه الامس عدم الاستقرار بالنسبه للاعبين؟ هقول لك حاجه، طبعا انا بقول كابتن ايهاب مدرب كبير وربنا يوفقه كده، ولكن انا سمعت الكابتن عصام شرطوت وله حق انه عامل الوقت مهم جدا لاي مدير فني. انا نفسي بعاني منها دلوقتي في طنطا شويه، لانه دخلت على ماتشات على طول كل 3-4 ايام مباراه. السنه اللي فاتت مثلا شهر يناير كان في توقف 20 يوم او 25 يوم ممكن تقدر تعمل معسكر، ايهاب داخل قبل المباراه بيومين، ويمكن دي حسابات ما اقدرش يعني ايهاب هو اللي يقدر يقدرها، كان ممكن جدا ما يتحملش هذه المباراه ويبقى قاعد بيتفرج في 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 صحيح. في المدرج ويتابع مباراه اهلي والزمالك، لكن هو تحمل المسؤوليه فانه عشان يغير في شكل نادي الزمالك سواء في لاعبين مع بعض او في طريقه لعب او في انسجام او في حاجه معينه عايز يحطها، موضوع مش سهل، مش هيجي في يوم وليله. فطبعا هو جازف كتير قوي على امل انه يحقق مفاجاه، ولكن الواقع بتاع كره القدم كان يقول النادي الاهلي هو الاقرب وان هو يكسب. مفيش شك ان الزمالك عمل حوالي 40 دقيقه بشكل كويس قوي، يعني باستثناء الهدف الاول اللي حصل في الدقيقه 2 للنادي الاهلي، النادي الزمالك كان بيأدي بشكل كويس لغايه لما ضيعوا ضربه الجزاء، وحتى هدف عبد الله السعيد من ضربه جزاء. ما فيش شك انه في برضو عامل توفيق احيانا بيحالفك. النادي الاهلي بعد ضربه الجزاء واحرازه لهدف ضربه الجزاء، انا توقعت النتيجه هتكبر عن 2-0، لانه الزمالك لو اتعادل ممكن جدا كان يخش في اللقاء، لكن نفسيا الهزائم المتكرره في السنين الاخيره من الزمالك يعني لطلع النادي الاهلي ضد الزمالك ويجيب فيه جونين، انا كنت متوقع النتيجه ممكن توصل لماتش 6-0 بتاع سنه 2001 6-1. الكابتن اسامه البدري تعامل بواقعيه في المباراه، ما كانش بيجازف قوي في الهجوم، لعب على اخطاء نادي الزمالك، رغم ان النادي الاهلي ما كانش في احسن حالاته الفنيه، يعني النادي الاهلي لم يكن في احسن حالاته الفنيه، يعني لما تشوف واحد زي عبد الله السعيد لو في نص حالته بظروف نادي الزمالك دي والنتيجه كده كان هتلاقي اهداف سهله جدا في مرمى الشناوي، لو اجاييه بيوفق لو ازارو بيوفق في استغلال الفرص اللي بتجيله زي الكره اللي الشناوي اداها له في الدقيقه الاخيره في الشوط الاولاني كانت النتيجه هتوصل ل6-7، يعني لو كان احرز الهدف الثالث في الشوط الاول كان ممكن جدا المباراه تنفتح. صحيح، في لعيبه طبعا ادوا بشكل كويس قوي زي الخط الرباعي جد كانوا قايلين،
وليد سليمان كان هايل، مؤمن حاول، ولكن النادي الاهلي ما كانش في قمه مستواه الفني، ولكنه بخبره لعيبه النادي الاهلي والواقعيه اللي لعب بها عصام البدري قدروا يجيبوا 3 اجوان، وكان ممكن النتيجه تضاعف. نادي الزمالك وقع في اخطاء كتيره لانه كان نازل بنشوه كبيره قوي، ونشوه تغيير المدرب وانه ممكن يكسبوا النادي الاهلي، ولعبوا باندفاعات كبيره قوي. طبعا خط الظهر انكشف، وخاصه ان الهدف جه في الدقيقه 2 فانكشفوا جدا في خط الظهر، رغم انه زي ما قلت لك نادي الزمالك الشوط الاول ما تقدرش تقول عليه كان سيء، ولكن طلع مغلوب 2-0 اثرت على الشوط الثاني طبعا. صحيح كابتن اسامه، طب طمنا بقى على فريق طنطا، هل في اي مفاوضات من حضراتكم لاي لعيب من لعيبه النادي الاهلي، ولا ما يعني اكيد طبعا الكلام على الانتقالات الشتويه ممكن يكون من خلال ايضا لعيبه من موجودين داخل النادي الاهلي؟ والله انا بحاول اجيب مع الاستاذ سيد عريبي والمجلس ان احنا نجيب بعض الصفقات انها تغير في شكل التيم. نادي طنطا طبعا نادي عمل موسم كويس السنه اللي فاتت، في بدايه السنه دي حاول، ولكنه ظروف عدم المكسب عملت هزه في الثقه شويه. وقلت لك عامل الوقت مهم جدا، انه انت محتاج وقت عشان تعالج حاجات معينه. الحمد لله في مباراه انبي الاخيره اعتقد ان احنا لم نكن موفقين تماما، لان مباراه انبي كانت لصالحنا بنسبه 90%، يعني اقل تقدير فيها كنا نخرج بهدف التعادل، لكن احنا كنا اكثر فرصا، اكثر سيطره على اللقاء. يعني في مباراه انبي يا دوب اول ربع ساعه بس او ثلث ساعه انبي كان متفوق فيها وجاب جون، لكن من الدقيقه 18 او الدقيقه 20 لغايه نهايه اللقاء احنا كنا افضل سيطره، افضل فرصا، ما كناش موفقين. فبرضو اللعيبه عندها شويه يعني عدم ثقه واهتزاز شويه من النتائج اللي حاصله في التسع اسابيع الاخيره او العشر اسابيع الاخيره، لكن ده هيتعالج وان شاء الله ربنا يوفقنا في مباراه واحده هتفرق نفسيا كتير قوي مع اللعيبه. ما جاوبتنيش برضه يا كابتن اسامه، هل في مفاوضات مع اي من لعيبه النادي الاهلي؟ انا بحاول نعمل بعض المفاوضات مع بعض اللعيبه، مش هقدر اقول دلوقتي مين هم. اتمنى ان شاء الله ان نقدر نوفق في 3-4 لعيبه يساعدوا اللعيبه اللي موجودين، يعني ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق يا كابتن اسامه، اكيد مهمه صعبه مع فريق طنطا، ولكن يعني احنا واثقين في كابتن اسامه. انا واحد من الناس اللي بشوفك من الجوهر الصغير، انت اكيد عارف ان انا دايما بطلق عليك الاسم ده. التوفيق ليا يا كابتن اسامه. كابتن عادل، واحنا بنتكلم على تغيير عبد الله سعيد انت اتكلمت عليها يا كابتن، كانت ليها محور او في تفكير بعيد عن طبعا كان في تغييرين تانيين كانوا يمكن بسبب الاصابه، سواء بقى يعني طبعا رامي ربنا يرجعه بالسلامه. يعني بتشوف التغييره دي بالرغم ان ممكن ناس كانت في وقت من الاوقات قالت لك عبد الله سعيد، فكان برضو التفكير بالنسبه للفنيين بيبقى مختلف يا كابتن عادل. الكابتن حسام كان في المباراه دي واقعي جدا جدا، عارف انه 2-0 الزمالك ممكن هيهاجم بطريقه فيها اندفاع شديد جدا، لابد يبقى فيه ضغوط على وسط الملعب. عبد الله سعيد الواجب الدفاعي مش هيأديه، فاعتقد انه عمل التغييره ديت على اساس انه اسلام محارب هينزل يقوم بالدور ده، هيبقى فيه اسلام مع حسام عاشور مع السليه مع مؤمن مع وليد، يبقى انت قفلت الملعب في وجه مهاجمي وسط نادي الزمالك. الحاجه الثانيه، عبد الله سعيد زي ما قال كابتن عصام انه بيريحه برضه شويه على اساس ان عبد الله يبقى ورقه رابحه ان شاء الله في ماتش السوبر في الامارات. لكن التغييره اعتقد ان هي مش للراحه بس، لا هي للراحه، دي نمره 2. ده الجزء اللي حضرتك تقدر، انا بقول كمان دي نمره 2، انما نمره 1 ايوه ده الجزء الثاني اسلام محارب علشان وسط الملعب يبقى فيه والسيناريو الثالث اللي انا قلت عليه انك هتلعب على المرتد، على المرتد هيبقى وليد على الطرف، لانه فعلا كان في محاولات واسلام محارب كان بيروح فعلا ما شاء الله عليك. ما هي كده انت خلاص دافع، وكمان في المرتد هتلاقيه حاضر يعني، واسلام بيعمل الدور ده كويس قوي، حصل يعني بيدافع كويس قوي وانت جاب جوال، اعتقد جاب اكتر من جول نتيجة المتابعة في الماتشات اللي فاتت. يعني الكرة زي كده لو بس الباص طلع مظبوط يا استاذ عصام كابتن عادل كانت جول. انا بقول لحضرتك يعني الكلام اللي الكابتن وهو بيتكلم ما شاء الله كده اكتشفنا السيناريو الثالث. احنا انا عن نفسي ما كنتش شايفه الا لما حضرتك فنضه يعني. ما هو حسام يعني نتيجة الخبرات في الماتشات دي
عارف انه السيناريو واحد ما ينفعش. لا انا قصدي بعكس احنا كمتابعين الجزء الفني ده حضرتك نورته لنا اللي هو كان في سيناريو ثالث احتاج تغييره عبد الله باسلام. بعكس ايهاب، ايهاب من اول المباراه لاخر المباراه بيلعب على سيناريو واحد، انك انت بتهاجم بس بصرف النظر عن الواجب الدفاعي. هو اعتقد كمان انه كابتن ايهاب جلال حط قدامه عنوان ان لازم اغير اداء الزمالك، وده لا ينفع في 48 ساعة ولا حضرتك بقى الخبرات بقى ولا ينفع ماتش ده بسيناريو واحد. في نقطة مهمة جدا كده، عمال توسع لنا الحكاية فنيا. في نقطة مهمة جدا يعني 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 الاستوديوهات ما خدتش بالها منها، يعني أنا لما أمر الشناوي إنه يلعب الكورة من تحت ويباصي، هل أنا مرنته على الحاجة دي؟ ما الحاجة دي لازم يبقى محتاجة تدريب. صح يا كابتن، صحيح. محتاجة تكرار وتدريب، الراجل بتطلع الباصة منه للظهير في آخر الملعب رايحة له بالمقاس، بنشوف الراجل الجول بتاع برشلونه نتيجه التمرير والتكرار. اللعيب هنا فين واحد يعني وفتره كان كريستيانو مع الريال. لازم لازم يا كابتن فاروق لازم يبقى في تمرين، لازم تمرين الـ 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 الاشاره العصبيه اللي رايحه من المخ للعضله، لازم في على نتيجه التكرار بتوصل الكره انك انت اكتر من مره، المره الاولانيه لما باصاها لطارق واتقطعت واتضغط والجول الاولاني، والمره الثانيه لما اداها لازارو. صحيح، ده نتيجه ان انا مش متمرن ان انا اقوم بالهجمه لان انا محتاجه تمرين. وكذلك حتى برضو عندنا شريف والشناوي وعادل برضو محتاجين ان انا في اوقات من المباريات ان انا اشتغل من تحت، ده محتاجه شغل ومحتاجه تكرار، اقعد بالساعه والساعتين علشان التمريره تبقى رايحه في بشكل سليم. لما انا اطلب من حارس المرمى ان هو يبدا الهجمه وانا مش ممرنه عليها، وبعد 24 ساعه اطلب منه حاجه هي اصلا انا ما شفتهاش ان هو بيعملها قبل كده، ده طبعا خطا قاتل. ولذلك ايهاب هيراجع نفسه كويس قوي لانه هو اشتغل بسيناريو واحد وما قراش ان حسام هيلعب على المرتد، ما قراش دي، فده نتيجه نفسه لعب الكره من على رجله اللي واقف عليها يا كابتن، يعني بما معناه ان شغلته طارق حامد الكره اللي في الكره دي يعني الكره رجله اللي هو واقف عليها زق بيها الكره، ده معناه ان هو الراجل مش مهمته دي يعني. وتنظيم الدفاع يا استاذ عصام، تنظيم الدفاع ما فيش، يعني تبص تلاقي لما وليد ضغط هتبص تلاقي الونش مع علي جبر مع حازم امام في على السنتر، يعني ما فيش تغطيه. يعني انا بلعب مهاجم ضد النادي الاهلي يا عم. واضح ان كلام حضرتك ان الكوره وصلت الشناوي فحازم طير على الخط والرجاله ثابت اماكنها على امل انه اللعب هجوم، صح كده؟ انا فهمت. امال ايه؟ امال ايه؟ طبعا طبعا ده خطا قاتل انك انت مش بتلعب، انت لو بتلعب تيم متوسط مش تيم كبير زي النادي الاهلي ما تجاذبش بالطريقه دي. انت بتبص تلاقي تيم الزمالك كله، الدفاع الزمالك كله بوسط الملعب في مربع 10 متر في 10 متر وسايبين 65 متر، يعني ده مؤمن سليمان الكره جات له مفيش حد معاه خالص خالص. ده معناها ايه؟ معناها انه انا قاري كويس قوي وانا التيم الاخر مش محترمني كنادي اهلي. فطبعا النتيجه كانت قاسيه جدا، 3-0 مش قليله على تيم بحجم نادي الزمالك، نتيجه كبيره مش قليله، وكانت ممكن النتيجه دي تتضاعف نتيجه ان انا الاهلي زعلان قوي كنت. ليه؟ عشان النتيجه ما تضاعفتش زي ما حضرتك بتتكلم. ما هو انت خدت من المباراه برضو نادي الزمالك، انت يعني النتيجه لما بتكبر عن مباراه تاريخيه هي بتبقى الامور دي ما بتجيش كتير خصوصا لما بتلاقي الفريق اللي قدامك، يعني ماتش 6-1 انت هاس فرصه ان فريق الزمالك ما كانش في حالته الطبيعيه في اليوم ده، وكان يمكن تقريبا لما تيجي تبص لتوقيت الاهداف كان مشابه بشكل كبير حتى في الهدف الاولاني في مباراه الامس. كابتن رضا شحاته كان في برضه كان في مباراه 6-1 كان ممكن الامور بالنسبه للنادي الاهلي تختلف تماما في عدد الاهداف، عشان كده فعلا الجمهور كان بيحاول. بس هو في حاجه اتفضل. هو في نقطه ان ما فيش حد ضيع هدف نتيجة مثلا تقاعس أنانية أو نتيجة استهتار، لا لا لا، إنما هي مثلا قلة خبرة شوية من أزارو، يعني ممكن جدا الكرة اللي خدها من الشناوي عمل الأصعب وممكن يقف أسهل كممكن يقف عليها ممكن يروح سندها سندة، وانت فيرود طبعا عارف كمان يروح سندها مرة ويروح حاططها أو يرقصه. لا يكون الشناوي نزل هو لو عمل إنه يلعب وما لعبش لو عمل يلعب وراح واخدها وراح اي سيناريو لازارو كان هيبقى الجول الثالث والرابع وهكذا. صحيح. وكذلك يعني فراوده النادي الاهلي ما فيش حد ضيع نتيجه استهتار او نتيجه حاجه، لكن النتيجه انا في اعتقادي انها 3-0 قويه جدا وكبيره جدا بصرف النظر انه ان النادي الاهلي امبارح متعنا بالاداء وبالقبل الاداء بالمبدا
المبدا الراجل الاحتياطي اللي قاعد بره بحجم مروان محسن وراجل دولي منتخب مصر حاجه كبيره قوي، ومع ذلك بيخش علشان يحضن الراجل اللي بينافسه في المركز. هو ده، هي دي مبادئ النادي الاهلي. في نقطه كابتن استاذ عصام كان قال عليها، وان كابتن حسن حمدي كان مع كابتن صالح كان في لندن، موضوع الأجبال. كان اللي خد القرار كان كابتن حسن حمدي. طبعا كان الكابتن حسن حمدي لانه كان عضو مجلس اداره، ثم نقل له الصوره كامله للكابتن ومش كده وبس، راح واخد صلاحيات مدير كوره لفتره معينه علشان ياخد القرارات، لانه هو لازم ما يبقاش عضو مجلس اداره ياخد القرار. شوف شوف مثلا انا اول مره بص ترجع للاداره مره ثانيه، هي كده كده هو عضو مجلس، لكن لازم ينقلوا لي سلطات مدير الكوره يا عشان ياخد القرار. ما ينفعش ان عضو مجلس اداره ياخد قرار، والكابتن صالح كان في لندن وخد القرار. واعتقد انه ده المبادئ، دي المبدا، ان انا ما فيش حد يلوي دراع النادي الاهلي، ما فيش حد. صحيح، الكل سواسيه، اللعيب الكبير زي الصغير، اللعيب الجديد اللي بيجي. واحده واحده يا كابتن، انت راجل جاي من بره النادي وجاي داخل النادي، تحسش باي فرق والله كابتن، كانك موجود في النادي بقالك 100 سنه. وانا بتابع عبد الله الشامي لاعب النادي الاهلي السوري، يعني خلاص تعاقده انتهى. يعني الراجل بيتكلم قال لك انا مش متخيلين اللاعبين بيتعاملوا معاه ازاي والاداره بتتعامل معاه ازاي. هي المشكله بس في عدم ان انا الفرصه، يعني وجهات النظر، الفرصه يعني وجهات النظر. هو شايف انه كان لازم يلعب، والكوتش شايف انه حتى قالها بشياكه، قال لك خلاص بقى يبقى انا لازم اشكرهم وامشي، وهم حرين في قرارهم الفني. استاذ اسامه، احنا بنتكلم على الخبرات. انا بس اولا موضوع القدريات ده زاد قوي في ملاعبنا. اتفضل. وبينجي الناس من حساب الجمهور. اي نادي كل حاجه يقول لك ما هو الحمد لله قدر. طبعا يا عم يا عم، وفي ايه؟ والاسلام دخل بلادنا جديد، لكن كل هذا بعد ان تتقن عملك. حتى جنرال توفيق لا يصاحب الا المجيدين غالبا. قد تكون مفاجاه الراجل الفني اللي كلنا بنحترمه قال، قد تكون المفاجاه المره، لكن لن تكون لكل مرة. دي المرة الوحيدة اللي جنرال توفيق يدعبك، لكنه عشان ينحاز لك لازم يبقى معاك. ففكرة القدريات دي يا جماعة ما يصحش، وإلا ما رزق الله بقى، احنا كلنا ناس متدينة، ما رزق الله الكافر. واخد بالك؟ العمل والاجتهاد. فده اللي بيدفع ثمنه، تأخر في الكرة المصرية. أنا مش بقول على الزمالك، دي بقت ظاهرة. وأيضا فكرة التواكل التي لا يعترف بها الإسلام الحقيقي الحنيف تماما. وبالتالي ده كلام ما ينفعش. لو يا أخي ده لو علموا لنا إنها تفتح بابا للشيطان. فمش معقول يبقى. وفي الآخر حضرتك لو بتدير، أنا لا أتصور بتدير، أنا لا أتصور أن الأندية الكبيرة في العالم، ومن فضل الله على مصر وعلى جميع الأهلي، أن النادي الأهلي منها قد تقبل من لاعبيها فكرة أن الحكم ظلمنا، لا أو أنه حسب أوفسايد، أو أن كان لنا ضرب الجزاء. كابتن المؤكد وعرفنا ده أنه كان بيتقال لهم طب فين بقى الأجوان التانية اللي ما اتلغتش؟ يلا يا عم أنت وهو، إحنا ما اشتغلناش صح. ده الكلام اللي ماشي دول مش فرق. صحيح. لقدام، وبالتالي ده منظور احترافي. يعني انا سؤالي احترافي. يعني احنا عندنا يمكن خط دفاعنا يمكن عنده مشاكل في جزء الاصابات، انا ما بتكلمش مشاكل دي ازمه، وبالرغم من الحاجات اللي لازم نسال الكابتن حسام عليها انها كانت تحتاج علاج. انا هكلمك في الماتش ده اقول لحضرتك وقت سؤال، يعني هكلمك في الماتش ده واكلم، وبرضه حضرتك لو حابب توضح هذه الجزئيه. رامي ربيع بالرغم من خروجه، لكن عدم تاثر دفاع نادي الاهلي في اليوم ده استاذ عصام، هو الوقت اللي قال عليه الكابتن عادل اللي انا التبس عليها الامر، فقلت ان الكابتن عادل كفني يشرح لنا. طبعا انت في حاجه لوقت علشان تخلق مهمات، لكن لكون ايمن اشرف مدافع اساسا كويس، فقدر يخش جوه الملعب ويجيد. كمان لعب ابننا محمد هاني كان لعبها في بيقولوا في الناشئين كسرد باك، يعني قبل ما يختاروا له الطرف لانه سريع ورشيق وكذا يعني. لكن النادي الاهلي في المنطقه دي كان لابد، كان لابد، مش بقول بقى يا ريت لو عنده، لا كان لابد بالعمل الاحترافي ان يكون لديه سردباكين تانيين بالاضافه لاربعه موجودين اساسا. اتعودنا ان الفرق الكبيره عندها واحد وواحد قاعد له وواحد بيجري ورا الاثنين بكل منطق. صح. الاحتراف الذي دائما ما تزعمه النادي الاهلي، اللي دخل الاحتراف مع ايدي كوتي وكانت البلد هواك، التمرين ثلاث ايام بقى خمس ايام،
الناس كانت مستغربه. بس دائما يا استاذ عصام بدون ما اقاطع حضرتك، يعني الاماكن اللي بيبقى فيها اتنين بيبقى كابتن عادل معايا طبعا، بيبقى هم اربعه، يبقى اتنين احتياطي ليهم، وانت بتبقى جوكر بقى عندك بعد احمد فتحي. ما هو مين بقى الثالث؟ لا والنبي الجواكر دي طلعها من الحسبه، لانه ما فيش احمد فتحي كتير. ما هو ايمن اشرف اولا ولا هادي خشبه كتير، ما هي لك اهو. لا ده الجواكر دي بتغير اللعب، ولا عصام عرابي كتير، في جواكر كده احيانا صحيح. لكن انت عارف اللعيب الجوكر ده الكابتن جوهر الله يرحمه قال لك في جواكر كده يفضل يا عيني يسد خانه ها وبعد كده ما يلاقيش مكان لما التيم يكتمل، يعني بإفهات الكابتن الله يرحمه يعني. لكن في لعيبه زي ما انت قلت المجيدين، لكنهم مش كثر. انا بقول واحد واحد ليه؟ لانه كل الفرق المحترفه كده، البديل، لانه دايما حتى بلغه الصحافه ما ينفعش تقول على الكبار عنده دكه بدلاء، تقول عنده بنك احتياط، لانه ده عنده رصيد، مش حكايه بدلاء، لا بنك احتياط جاهز. وبالتالي الثالث بقى ده اللي ممكن يكون انت يعني كراجل محترف بتقول لي ليه ثلاثة؟ ما هو الثالث ده اللي بيبقى الشاب الناشئ ده اللي بيجري وراهم، وبالتالي يبقى طول الوقت يا اخي برشلونه، الريال، مانشستر، كل الكبار عندهم يوفي. الفريق الثاني لا وعندهم ولاد النادي الناس دي، وانت فاكر كلهم شرا. انا عارف ان انت عارف، انا بنقول للناس لا عندهم اكاديميات ومدارس ومستر تقيمة ومستر قام، يعني عندهم ولاد كبار النادي كمدربين يعني بيتخلوا عن حكايه انهم يمسكوا فرق كبيره يمكن عشان يطلعوا من الناشئين والشباب لامداد الفريق الاول، عشان المحترفين اللي بيشتروهم يجوا يلاقوا عصب للنادي ده، عصبه مين؟ من تربى على الوانه وانتظم في سيستمه كمان اداريا، وعارف ان القرار هنا ما بيتغيرش ما بيتغيرش، القرار هنا في ايد مؤسسه، فبيحترم كل ده. وبالتالي هو ده اللي كان السؤال. طبعا اللي بيعاني منه هو الكابتن حسام البدري، لانه لا احد يتدخل في عمل حد، هو عين اللي بيفضل يولد الحكايه. انما انا بتسال يعني، بس هو السؤال مش في محله، لانه خلاص المجلس يعني اتغير، وبالتالي كان هناك اهدار لقطاع الناشئين والشباب. وانا بقولها بصراحه يعني ايه النادي الاهلي ما يطلعش سردباكين على هافين بكل ده؟ وانا بس اخشى، لان الكابتن عادل ما بيحبش الكلام ده، وغيره كثير من جيله والجيل اللي بعدهم بشويه، اللي انا اقول يعني اين كان عادل طعيم من قطاع مثلا وكبار المدربين؟ يا عم احنا شفنا الراجل مسك برشلونه اسمه ايه؟ بوبي روبسون، بعد ما كان ماسك برشلونه الاول اضطروا يرجعوه ورا، لانه لقوا انه الاكاديميات والفرق لغايه 17 سنه ما بتطلعش، وانا شفته بعيني هنا في كاس العالم تحت 17 جاي عشان يشوف مستقبل الكرة في السن ده في العالم، تخيل. وبالتالي خلاص هنقول ان ده ملف اتقفل، ما كانش فيه اهتمام. ان شاء الله مع مجلس ادارة النادي الاهلي ووجود كل شيء في نسقه، وكل الناس شافت الادارات كيف دعمت وكذا، مش بس الكرة، اعتقد انه القطاع هيرجع تاني يبث، منهم اخ محمد فاروق قاعد معانا واخرين كثر يعني كتير. ما انا بقول لا يعني باعتبار حضرتك في الاستوديو يعني، وبالتالي مش هتلاقي الغضاضة دي تاني، لأنه مهما اشتريت من بره مش هتساوي إن عندك مدرسة بيجيلك في الاختبارات بتاعتها مئات الآلاف على الأقل، مئات الآلاف على الأقل بتختار من بينهم، وأجيال كثيرة جدا مرت أيام ما كان العمل مؤسسي. مش هقول باسم مين، لأنه دايما الأهلي أقوى ما فيه هي الشعار العظيم اللي ولد يعني على إيد الكبار، الأهلي فوق الجميع. تمام. المسألة واضحة، وبالتالي ده مش ما اظنش انه هيتكرر، لكن انا بشعر انه حسام بيبقى مضغوط قوي ومش حابب برضه يقول ما انا ما بلاقيش تحت وكذا يعني. هو في الحقيقه كان صريح كابتن حسام امبارح او النهارده كمان في تصريحاته بخصوص جزئيه السرد باكين، وان هو بيبحث عن لاعبين في هذا المركز في الانتقالات الشتويه. استاذ عصام خليني بس اروح للهاتف، ومعايا طبعا واحد من نجوم النادي الاهلي ومن نجوم منتخبنا الوطني كابتن عادل عبد الرحمن. كابتن عادل مساء الخير عليك. يا كابتن محمد تحياتي ليك، تحيات كابتن عادل طايمة يا استاذ عصام شلتوت موجودين معانا في الاستوديو. كابتن عادل ازاي حضرتك؟ اهلا عادل. عصام شلتوت ازاي حضرتك؟ الله يخليك. ازيك استاذ عادل؟ كابتن عادل اللي امبارح اتفرجت على الماتش، اكيد انت يعني واحد من المتابعين الجيدين لهذه المباريات، يعني مدير فني ما شاء الله عليك. اولا كابتن حسام البدري امبارح لعب بواقعيه كبيره قوي، رغم ان المفترض ان احنا افضل فنيا من نادي الزمالك في الفترة الحالية. نادي الزمالك بيمر بظروف كانت صعبة مع مدير فني كبير، ولكن فوقنا التوازن اللي عمله الكابتن حسام البدري، لعب بتوازن كويس قوي،
اولا ما كانش متسرع على المكسب رغم ان احنا جبنا الهدف الاولاني في الدقائق الاولانيه، ولكن لعب في مرونه تكتيكيه عاليه قوي من الحته الدفاعيه اولا، وبعدين الحته الهجوميه جت على الفتره اللي نادي الزمالك كان فيها. كان يقولوا ان هو مستحوذ، لكن انا ما كنتش شايف الاستحواذ ولا حاجه، استحواذ واهي كان في الامر، لكن النادي الاهلي كان الافضل، النادي الاهلي اللي استغل الفرص الاعلى، النادي الاهلي كان المفترض انه كان يزود كمان، كانت فرصه ان هو يزود النتيجه ويعمل نتيجه اكبر من كده كتير، لمرور نادي الزمالك في الظروف الصعبه اللي كان فيه كان يقدر النادي الاهلي يقدر يعمل نتيجه اعلى من كده. يعني كابتن عادل وانت بتتكلم عن اللقاء، لكن البدايات دايما بتبقى مهمه، يعني من وجهه نظر حضرتك اعتقد ان بدايه الاهلي هي اللي خلت اللقاء يكون اسهل مما كان اي حد ممكن يتخيل في هذا اللقاء كابتن. اه طبعا، يعني انا قلت لك في البدايه ان النادي الاهلي في اول ثلاث دقائق اربع دقائق كان بيلعب ضغط عالي قوي قدام في البدايه، ولما جاب الهدف الاولاني يعني قدر ان هو يسيب الكره لنص ملعب الزمالك شويه ويعمل الحته الدفاعيه بتاعته، ان هو يعني ان هو ممكن يجيب جون ويجيب جون ثاني علشان يخلص المباراه. لكن في نقطه هنا مهمه جدا يمكن الكابتن حسام البدري عملها بطريقه كويسه قوي. اول حاجه ممكن فكريه، يمكن الناس تعرف ان اللعيب لما يكون اخر مباراه لي عايز يعمل بصمه كويسه قبل ما يمشي ويروح ويعمل اكيد ماتش اهلي وزمالك، فعاوز يعمل بصمه كويسه ان هو مؤمن زكريا يكون انه يبدا المباراه، فدي كانت جيده جدا من كابتن حسام. ومؤمن زكريا افتكر ان هو قريب قوي للتهديد في مباراه الاهلي والزمالك، في لعيبه كده دايما على زمان احنا كنا نعرف في لعيبه تكون مباراه الاهلي والزمالك هي مباراه بالنسبه لهم مباراه سهله، يعني مباراه الاهلي والزمالك للعيبه الكوره بتبقى سهله جدا، للجمهور بتبقى شد عصبي، لكن في لعيبه مميزه في مباراه الاهلي والزمالك ومنهم مؤمن زكريا. متخصصين يا كابتن، متخصصين. مؤمن متخصص في الاهلي والزمالك، مش في الفتره دي بس، مؤمن متخصص في الاهلي والزمالك من ايام الناشئين لما كان معايا في الفرقه بتاعتي، كان متميز جدا في مباريات الزمالك، مؤمن عنده فكر عالي، مؤمن لعيب من اللعيبه اللي هي تقدر الحته بتاعت اعصابه بتبقى قويه جدا، عنده فكر عالي، مؤمن بيتحرك كويس، فماتشات الاهلي والزمالك بيبقى فيها مساحات مؤمن يقدر يعمل فيها حاجات. ما ننساش وليد برضه يا كابتن، برضه متخصص في لقاءات القمه، عشان برضه لازم ما نبخس حقه. اللي عجبني امبارح الواقعيه بتاعت الكابتن. صحيح، انا معاك في الجزئيه دي فعلا يا كابتن، صحيح. يعني كان واقعي جدا رغم ان الناس كلها كانت بتقول ان النادي الاهلي اكثر استقرار فني. نادي الزمالك ما عندوش استقرار فني، ولكن واقعيه المباراه الاهلي والزمالك الكابتن حسام البدري لعب عليها كويس، ويمكن احنا استضفنا حظ كويس ان ايهاب جلال ما يعرفش مباراه الاهلي والزمالك، ايهاب جلال عمل صحيح قوي، فدي كانت لصالحنا يعني. يمكن انت عارف الاحساس بتاع اللاعب اللي لعب اهلي والزمالك او لعب مباراه اهلي والزمالك في الملعب بيبقى فيه عايز ناس تبقى جاهزه كويس قوي، لان بيبقى فيه مساحات، الفريق الاهلي بتهاجم وفريق الزمالك بتهاجم بيبقى فيه مساحات، عكس ماتشات الدوري اللي النادي الاهلي بيلعب فيها يعني. كابتن يمكن ما بحبش اتكلم واحنا في قناه الاهلي على اداء نادي الزمالك كتير، لكن يعني من وجهه نظر حضرتك اداء نادي الزمالك امبارح وكابتن ايهاب جلال وطريقه لعبه امبارح بتشوفها ازاي امام النادي الاهلي وهو في ظل امكانياته الكبيره اللي موجوده في الوقت الحالي؟ ايهاب جلال عمل ريسك كتير قوي. كن في اثنين لعيبه اللي هو كان ايمن حفني وباسل مرسي ما بيشتركوش بقالهم فتره كبيره، حفي فيهم الحته الانتفاع بتاع اللعيب اللي بيلعب مباراه لاول مره فعاوز يثبت، فدي كانت سلاح ذو حدين، مش في مباراه الاهلي والزمالك ممكن يعمل كده، عشان كده قلت لك ان ايهاب ما لعبش مباراه الاهلي والزمالك مش حاسس بالامر شويه. دي واحد. اثنين، الحاجه المهمه هتلاقي في تغييرات كثيره في طريقه اللعب بتاع نادي الزمالك، يمكن انت شفت الضغط اللي عمل النادي الاهلي على فرق الزمالك وضياع الكره لما بترجع لاحمد الشناوي، واحمد الشناوي فيها للعيبه بتاعت النادي الاهلي، الباص الغلط من السبتباكين ادى الى الضغط كمان العالي اللي اتعمل عليهم في الحته الدفاعيه، ادى ان نادي الزمالك كان ما عندوش ثقه. الحاجه الثانيه المهمه كان في تحول في المباراه لازم نعترف فيه، البنالتي اللي مسكه محمد الشناوي ده انا بعتبره
من نجوم المباراة. ليه؟ لأن محمد الشناوي لو كان البنالتي ده جه قول كان النتيجة ممكن يبقى فيها تغير عن كده، وأداء الزمالك كان يبقى فيه ثقة أكتر. لكن الضغط العصبي اللي على لعيبة الزمالك بعد الجول بعد البنالتي اللي اتمسك، افتكر ان سهل المباراه عندنا. صحيح، الشكل النفسي والحاله النفسيه ليهم اختلفت تماما طبعا. كابتن عادل يعني الحمد لله على السلامه، حضرتك كنت في السعوديه؟ انا لسه جاي امبارح. طب الحمد لله. قابلت حد من لاعبي النادي الاهلي؟ كابتن عماد متعب لسه كان متواصل هناك، وكان واصل هناك اي حد من لاعبين النادي الاهلي الجدد اللي راح؟ طبعا لسه طبعا عندنا مؤمن لسه ما راحش، بعد ما يخلص ان شاء الله. احمد الشيخ موجود هناك في التوقيت ده، راح الاتفاق احمد الشيخ. كابتن، بالنسبه لوجود بعض اللاعبين كثر دلوقتي في التوقيت الحالي موجودين في الدوري السعودي، وحضرتك واحد من المدربين المميزين اللي كانوا موجودين في الدوري السعودي، بتشوفها ازاي؟ الاستفاده منها ازاي يا كابتن؟ اولا عايز اقول لك حاجه مهمه جدا، يمكن السفراء بتوعنا بتاع اللعيبه اللي لعب في البدايه، اللي هو كان في البدايه محمد عبد الشافي، عمل انطباع جيد قوي لعيبه مصر يعني في الدوري السعودي. ده رقم واحد. رقم اثنين، لما راح احمد حمدي كمان كان معايا في الباطن وعمل انطباع كويس، سهلت الناس تبص على الدوري المصري، تبص على اللعيبه المصريين. انت عارف انه كان من قيمه من بعد اشرف حاتم، من بعد اكثر من لاعب في السعوديه، افتكر ما كانش في احتراف لاي لاعب. فدلوقتي في الوقت الحالي يعني هديك على سبيل المثال، مثلا مؤمن زكريا رايح نادي من اهم الانديه في الدوري السعودي، نادي الاهلي السعودي، نادي كبير. نادي الاهلي السعودي عندهم امكانيات عاليه قوي، فرقتهم فرقه كويسه، عندهم اكثر من 7 لعيبه في المنتخب السعودي. مؤمن زكريا هيلعب مع لعيبه محترفين، جايبين 3 لعيبه محترفين على اعلى مستوى، ويمكن انا سامع انه كمان في الشتويه في تغيير لاثنين لعيبه كمان اجانب، فده مؤمن زكريا. حتى عماد متعب فرقه التعاون مع مدرب متميز جوميز، ده مدرب برتغالي على اعلى مستوى، قطني بيه علاقه جيده قوي، بيحب لعيبه الكوره، يحب نوعيه عماد متعب. يمكن هو لعب بيبقى بيلعب اللعب اللي هو المنظم، بيطلع من ورا، بتبدا من الهجمه من ورا، علشان كده هو مصممه على عماد متعب. وانت عارف الدوري السعودي دلوقتي لازم نعترف بالميديا وبالجمهور ان هو افضل دوري عربي وافضل صحيح. دوري عربي صحيح. حتى احمد الشيخ راح نادي الاتفاق من الانديه العريقه في المملكه، وكمان عندهم رئيس نادي يعني شاب صغير بيحب اللعيبه المصريين، يمكن كان بيفكر من انا اعرف بدايه من السنه اللي فاتت ان هو نفسه يجيب 2-3 لعيبه مختلفين مصريين، فجاب احمد الشيخ استفاد منه. عصام الحاضر برضه في فرقه التعاون، وفتحي برضه في فرقه التعاون. اقدر اقول لك ان اللعيبه المصريه هتستفاد كتير قوي في الوقت الحالي من الكره السعوديه، علشان كمان الدوري هيتضغط، عندهم الدوري هيبدا يتضغط الايام اللي جايه، لان في السعوديه اخر حاجه عشان تحضير المنتخب السعودي هيبقى في شهر 5 او العالم كله. لا، قبل كمان العالم كله عشان يبداوا بدري الاعداد بتاعهم في تحضير المباريات، حتى تحضير مباريات كاس الملك. يبقى في شهر 4 بقى، لانه الفيفا واخده قرار مفيش دوريات في العالم في شهر 5، من 5 مايو تحديدا. ده المفروض يا نجم اللي يحصل كده، لانه العالم كله بيشتغل بنفس المنطق ده، ان المفترض ان كاس العالم بيوقف كل النشاطات في العالم في كره القدم علشان استعدادا لكاس العالم. صحيح. لكن في السعوديه كانوا واخدين قرار بدري شويه. برافو عليهم. لا، ده القرار ده متاخد في السنه اللي فاتت، حتى خلصوا عدد الانديه اللي بتلعب في بطوله ولي العهد، خلصوا عدد الانديه اللي بتلعب في بطوله كاس الملك علشان يقللوا المباريات، علشان السنه دي يبقى ما فيش ضغط مباريات، عشان عندهم 3 فرق بيلعبوا في ابطال اسيا، فعلشان كده خلصوا المباريات شويه علشان يبقوا بدري علشان يقدروا يستعدوا لمباريات كاس العالم. كابتن عادل، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا طبعا، يعني تحليلك لمباراه القمه امس طبعا، ومعلوماتك عن اللاعبين اللي هيكونوا موجودين في الدوري السعودي، يعني ان شاء الله كل التوفيق ليهم. احمد الشيخ كان موجود كبديل في المباراه الاخيره لفرقته، كل التوفيق ايضا بقى المؤمن ان شاء الله بعد مباراه السوبر، نتمنى طبعا ان هو يودعنا بشكل مميز زي ما كان في لقاء القمه. كابتن عادل، واحنا بنتكلم على لاعبين النادي الاهلي في مباراه القمه امس، صراحه انا عايز اشكر كل لعيب، كلهم صراحه ادوا بشكل كبير، ولكن خليني اخد على جزء نص ملعب. دايما لقاءات القمه تسيطر على نص ملعب تكسب المباراه. حسام عاشور وعمرو السلاوي ودوره من امبارح كده، هو في
نقطتين او ثلاث نقط. انت بتقول حسام والسوليه، وبعدين طبعا الشوط الثاني لما نزل اسلام محار. تمام. لكن كابتن حسام والجهاز كان عامل ثلاث جبهات، جبهه فيها معلول مع عبد الله السعيد مع مؤمن، علشان عشان حازم انطلاقاته يبقى في تضييق للمساحات، وتستغل اندفاعه انك انت تستغل وراه الفراغ اللي هيبقى وراه. الحاجه الثانيه، الجبهه الثانيه فتحي مع عاشور او مع السوليه مع وليد سليمان، والاثنين سواء وليد او مؤمن بيجيدوا الواجب الدفاعي، فبيؤدي يؤدي الواجب الهجومي وبيرجع يساند ورا فتحي، فتحي بيضم ورا رامي، وبعدين بتلاقي وليد بيبقى ماسك الراجل اللي على الطرف سواء الباك ليفت لنادي الزمالك او اي حد هيبقى موجود او تامر حفني. لو تشوف انت اللي كان بيدافع على تامر حفني وكان ماسكه كان وليد سليمان. طبعا حسام عاشور امبارح من احد ركائز واحد نجوم النادي الاهلي، لكان انه كان بيقوم بكذا دور. دور زي ما انا قلت قبل كده انه بيسقط ما بين الاثنين السرد باكين علشان يقفل اي اختراقات من العمق من اللي بيعملها ويوجدها حفني، ان هو بيروح واخدها ويرقص وبالعرض وبعدين يروح عاملها يسقطها لاي مهاجم او اي حد مندفع من الخلف. فالسوليه وحسام عاشور كانوا بيقوموا بدور التحضير اولا، ثم نقل الهجمه على الاطراف، ثم الاختراقات، ثم تبادل الكره بيجمع ناحيه اليمين وبعدين ينقلها ناحيه الشمال. الحاجه الثانيه اللي اغلب الاستوديوهات التحليل ما قالتهاش، ومجرد الحكم ما صفر كنت بتلاقي تيم نادي الزمالك، ودي تعليمات من ايهاب جلال، ان الكره لما تبقى مع علي معلول الكل كل الفريق يروح يضغط في الجانب ده. ما كانش واخد باله ان الناس دول لياقتهم البدنيه مش مظبوطه، ما تقدرش تعمل الكلام ده طول المباراه مكتمله بشكل صحيح، وبالتالي كان معلول يلعبها لايمن، ايمن للرامي، يروح مديها لفتحي، عقبال ما يروحوا علشان يضغطوا على فتحي يروح مرجعها تاني يروح، فكان بيعمل نوع من انواع عمليه الخلل. اللي كان بيقوم بالدور ده مين؟ حسام عاشور. حسام عاشور لما تلاقي الماتش وهو شغال تلاقي دايما حسام عاشور بيسقط عشان يستلمها علشان يبدا يشوف الفراغات فين ويبتدي يشتغل عليها. فمن نجوم المباراه الهايلين هم كلهم طبعا زي ما انت قلت كلهم على اعلى مستوى من الاداء، لكن انا شايف امبارح وليد هو ميسي النادي الاهلي امبارح. تمريراته يعني تمريراته رائعه. وايضا في الدور الهجومي بالنسبه لحسام وعمرو سوليه، يمكن الجول الاولاني بص الضغطه بتاعت حسام عاشور في الاعصاب. انا مستمتع بكلام الكابتن عادل. الله يخليك على طارق حامد. يعني بص الضغطه، ضغطه حسام عاشور في هذه الجزئيه مع الرباعي الامامي هي هو الهدف. هاتها كده من اول بيه وكابتن عادل. الحاجه الثانيه يا فاروق، انه عمليه الاستحواذ اللي كانوا بيقولوا عليها للاسف، وحتى ولادنا سواء اسامه ولا عادل بيقولوا انه نادي الزمالك لعب 40 دقيقه لعب كويس. انت بتدي المنافس بتاعك انه يستحوذ على الكوره. انت عايز كده. وبعدين امال ايه؟ وبعدين حاجه ثانيه، انت ما بتخشش بتلعب بقوه علشان ما تاخدش انذار. انا بشكرك صراحه لان ده دعم لحاجه هقولها لحضراتكم. فضل. مفاجاه. لا ما يكمل الكابتن. اتفضل يا كابتن. مع عاشور مفاجاه، لانه الله يرحمه الكابتن جوهر الراجل ده انا بعتز بحاجات كده، كان يقول لك البرازيل دي والفرق الكبيره بتلعب زي الخمسه خمسه في الشارع لعيال الحرف اللي حافظين بعض. هقول لك المفاجاه بس سمعها. فلا السوليه خد انذار ولا حد من النادي الاهلي اخد انذار، نتيجه انه انت بتستحوذ بس انا عامل ضغط وقافل مساحات، الحته اللي في العمق مش هتخترقها. وباسم راح انفراد، في مين راح انفراد امبارح بالشنطه؟ ولا واحده خطأ. وحتى البنالتي اللي جه مؤمن كان فين؟ مؤمن الزحلق واقف صح، وكان فين مؤمن؟ مؤمن كان مكان علي معلول. جاي يعني انا لما الزحلق وجه البنالتي انا كنت فاكر ان علي معلول هو اللي عمل. لا شوف مدى الرجوله انه. وبرضه انا بقى يعني الاخ عادل بيقول انه مؤمن حسام كان بيستغله ان هو مسافر. لا انا كان ممكن جدا تتاخد على مؤمن لو هو مش جدع ومش راجل، مش راجل بمعنى نفسه كان يخاف على نفسه انه يتعور ولا اخره. انما كابتن حسام مع الراجل المحترم قوي مؤمن زكريا انه امبارح كان بيخش مش خايف، بيأدي اداء رجولي، بيأدي واجبه على اكمل وجه، عشان كده لم يصاب ولا ما خدش انذار. شوف كان راجع فين، ونتيجه الحماس بتاعه قدر ان هو يعني عمل طبعا الزحلقه بتاعته جت مع حازم وخد ضرب الجزاء. الحاجه الثانيه مؤمن في ادائه
الخبرات اللي موجوده عند مؤمن في احراز الاهداف في نادي الزمالك كان وارد جدا انه حسام لازم يبتدي بيه. هو قعد اجاييه ليه؟ ما كان ممكن يبدا بيه نتيجه اولا جاي من السفر ومش مفيش نوع من التركيز، ثانيا ان مؤمن باستمرار بلغه زي ما قال كده الاستاذ عصام عنده التوفيق على نفسه في التوفيق ده اوعى تغفله، وخاصة لما تكون انت عامل الاسباب. ايه الاسباب؟ ان انا مريح مؤمن، مريحه بايه؟ طبعاً. ان انا مديلك الحاجة اللي انت حبيبها، عايز تروح تحترف فضل روح احترف، بس انت بقى ايه، اديني النهاردة واديني ماتش السوبر. انا اعتقد النهاردة انه اقصى تحفيز كان ودع جمهورك كويس، مش حكاية توريني صحيح. نفسك أنا معك ودع جمهورك صحيح. بس وتسوق نفسك انك رايح في نادي كبير اهل جدة، انت رايح لنادي اهل جدة، فانت لازم تقول لهم انت رايح وانت مكتمل في كل شيء، لا تخشى. أيوة. تجيب اهداف، بتعمل اهداف، بتدافع، بتهاجم، يبقى انا صفقه رابحه. ما حدش لا صحفي ولا معد ولا اي حد يقدر يقول ان مؤمن جاي مجامله وموفر جهده مثلا او كده. والجزء الثاني ده ودانا على القدريات، اذا كان هذا الفتى مؤمن وغالبا اكيد مؤمن اسم على مسمى، ما انت ممكن تصاب وانت نازل من على السرير، مش في الماتش لو مكتوبه لك بقى. اهي دي بقى اللي تتقال. قول لي بقى، قول لي بقى المفاجاه استاذ عصام. خليهم يجيبوا لنا ضربه الجزاء الخاصه اللي اتحسبت على الاهلي لما جت تتلعب. شوف اللعب اللي بقول لك عليه، كنا زمان واحنا بنلعب كده اما تيجي تهاوش حد على ذكر حتى الخطه، كانت اما تلعب فرقه يعني زي ما بيقولوا في الخمسه خمسه دول فرقه لعيب الكوره والتانيين عمالين تك تك، لو يجي واحد يجري عليهم تقول له سيبه، هم بيلعبوا قدامنا لغايه اما تاخد الكوره انت بقى فتك هتعرف تعمل بيها جول. وهي بتتلعب ولا لا؟ وهي بتتلعب. الجزء الثاني بقى ده على فكره انك سايب له نص الملعب زي ما الكابتن قالها وانت عارف هتعمل ايه. الجزء الثاني بقى كنت تقول له واحد مثلا اوعى يشوط رجله جامده عشان ما يبصيش ويقوم يطلعها في اي حته. حسام عاشور انا اسف ما قالش للشناوي الكوره هنا زي ما اتقال في استوديو امبارح، لا ده عمل زاويه مع باسم مرسي عشان باسم يلمحه بطرف عينه، هاتوا اللعبه وهي بتتلعب. وقال للشناوي هنا لا على شمالك لا، فكده باسم شربها، هاتوها بس وشوفوها انتوا لعيب الكوره. باسم شربها فراح حاططها في الزاويه قدام حضرتك يا استاذ عصام. لا لا من المواجهه قبل دي، معلش يا اساتذه بعد اذنك من المواجهه ما بيقولوش هنا، بيقول له هنا لا وحاطط زاويه. بص بص يا كابتن عادل الرؤيه لباسم، بيقول للشناوي هنا لا. لازم تتحيى عليها هنا لا، بص محدش لاحظها دي. بص يا كابتن هنا لا، ارجع بقى هتلاقي ايده بيقول لا مش ها ايوه مظبوط كلام مزبوط. هنا لا هنا لا، بص باسم عمل عينه زي ما تبص في مرايه عربيتك، قال يعني كشف هم اتفقوا انه هيروحوا شمال. واخد بالك؟ مش هيروحوا شمال، قصدي ما هو شمال لا فهيروح يمين الشناوي، راح حاططها في الشمال. العب يا عم يلا حلو اهو هنا لا. حلو الملاحظه دي، اصل امبارح اتقال لك ايه؟ يا سلام طبعا يا سلام، بس مش دي الحرفنه، الحرفنه ان قال للشناوي هنا لا مش هنا وخلى باسم يشوفه وبالتالي هيروح اليمين. دي خبره طبعا. وهتلاقي الشناوي اول حاجه عملها جري على حسام عاشور. جميل. بص باسم بقى عينه بدات تروح على اليمين، قال يا خلاص بقى يعني. الشناوي تألق الصراحة بشكل كبير وخد الثانية الكرة الثانية كمان البتاع. فالناس لازم تقول انه في جهد فعلا طبعًا. مش حكاية انه طبعا استخدام مخ وذكاء طبعا وفق يا اخي، لكنه بيبذل جهد يا استاذ عصام، فورمته عالية بدنيا يعني بيشتغل مركز طول الماتش لدرجة انه بيقول له هنا لا وهنا وبيحاول يخلي زميله يشوفه. الراجل اشتغل زي حسام البدري وقال للاعيبته اخلي نص الملعب عشان اما ناخدها. كابتن عادل وضح الباقي، انا مش فني بالدرجه دي طبعا، انه عامل كتل هنا وكتل هنا فهيفضي الملعب هنا ويباصي هنا والباص اللي بيعجب الجمهور ده طلع ان هو عشان يفضيهم ويغربلهم طبقا لكلام الكابتن عادل. ما تقول لي بقى التوفيق يجي اقول لك صحيح. لكن اما ناس مش عايزه ترحم الجمهور وعايزه طول الوقت تطلع الاخطاء في غيرها فيقولوا اي حاجه، الحقيقه لا. اتفق معاك كابتن عادل ان دائما اللاعبين يعني التفكير والذكاء بيفرق كتير جدا مع اللاعبين. اعتقد النادي الاهلي عنده مجموعه ما شاء الله ما شاء الله من بدايه الحارس لحد ما كابتن عادل وصفها بايه؟ معلش بعد اذنه، قال هنا تحفيز وشغل وهنا قادم جديد في 48 ساعه يصعب ان هو لا يحفظ وإذا حفظ ما هي الناس ما تدربتش عليها.
مش حضرتك طبعا اصل هي في نقطه الناس بره زي ما حضرتك تفضلت دايما بتقارن ببرشلونه والانديه دي بيبقى في قياسات فيبقى عارف انا الفتنس اللي موجوده اللعيبه عندي الفتنس بتاعها يقدر يلعب بالطريقه دي ولا لا انت لما بتخلي تيم بيضغط في جبهه الشمال ثم يتدرج وينقل في الجنب اليمين وهكذا ويفضل طول المباراه بينقل من هنا لهنا لابد يبقى عندي ملاحظات ان الفتنس بتاع اللعيبه دي وصل لاعلى مستوى انما انت جبت ناس ما كانتش بتلعب بقالها فترات كبيره وطالب منها انها تعمل ضغوط في مساحات معينه مع لعيبه اصلا جاهزين مع لعيبه عندهم خبرات الماتشات اللي زي دي مع لعيبه نازله عارفه هي بتعمل ايه عارفه السيناريوهات اللي المدير الفني محافظها لهم كل الامور دي لا نغفل عليها لكن انا لما اطلب من 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 فاروق حاجه وانا مش عارف امكانياته ايه مانيش دارسه انت بدنيا النهارده انت لحقت تقيس فاروق بدنيا ما لحقتش صحيح فانا اطلب منك حاجه انت مش في استطاعتك لما نطلب من الشناوي انك تبدا الهجمه هتبداها ازاي وانت مش متمرن عليها وكذلك اطلب من علي ومن الونش انك انت تعمل حاجه انت اصلا المفروض انت تتدرب عليها شهر واثنين وثلاثه وست شهور الحاجه الثانيه ما فيش انسجام بين لعيبه نادي الزمالك الانسجام مش موجود وعشان انت زي ما قال اسامه عرابي انت جايب صحيح من اسوان ومن هنا ومن لعيبه كويسه جدا لكن فين حته الانسجام ده عايز سنه على الاقل صحيح. على الاقل عشان تعمل تثبت تشكيل الميزه في النادي الاهلي دايما على مدى تاريخه في عمود فقري موجود في الفرقه الفريق. كله معظمه خبرات وبعدين انت بتجيب من بره البدائل اللي انت بتجيبها دي علشان تبقى عارف انك انت النهارده احمد فتحي انت ممكن ده راجل جوكر قافل لك الحته دي ان يبقى في بديل ولد صغير او واحد على كفاءه من الشباب وفي نضج وكذلك في الجبهه الشمال في السرد باكين في الهافات الديفندر في المهاجمين في الاطراف الامور دي كلها انا ما بجيبش حد والعب من غير خبرات استحاله استحاله احنا الزمالك امبارح ايش خبرات يا استاذ لا خبرات يا كابتن كان خبرات انا كان عندي سؤال بموضوع الخبرات ده يا كابتن ولكن يمكن عشان وقتي بس استاذ عصام عايز اسالك سؤال عامل نفسي مهم جدا لقاء القمه ومكسبه هيأثر بشكل كبير في الحاله النفسيه بالنسبه للاعبين في مباراه السوبر مؤكد انت رايح وانت كسبان لكن الكبار بقى يجب الا يبالغوا عشان كده متاكد مش هيبالغوا في الفرحه وبالتالي مش هتحصل حاله كسل لا من الجهاز ولا من التيم ده تيم اتعود انه يطلع مرتفعات كتيره ورا بعض ما عندوش مشكله انه لما يوصل قمه يبقى عايز يقعد شويه يرتاح قبل اللي بعديها فممكن تضيع منه الثانيه الاهلي برضو زي ما الكابتن عادل قال مدرب على ده لكن انا بس عايز اقول للاخوه انه لا كان قرار شجاع من ايهاب جلال انه ينزل الملعب بصريح العباره كده ولا قرار منظم من الاداره انها تقول يا شجاع روح الملعب حد يحب الزمالك اكتر من حسن شحاته رايه الفني انه وده طبيعي بيحصل في كل العالم انك لما يمشي راس الجهاز وامامك مباراه خلال ساعات ان يديرها باقي الطاقه وان يجلس الرجل الجديد ليسجل اذا كان ده يعني وده بيحصل على فكره في كل حته في كل العالم الكابتن حسن قال كده وهم مدرب ينزل كده مره قال يا جماعه قبل ما يعلن ايهاب جلال اللي هو برضه اخذته نشوه انه راح الزمالك فقال فكره الشجاعه لا هذه شجاعه كرويا طبعا ايهاب راجل محترم ولا ده قرار اداريا منظم يعني وبالتالي هنا الفوارق بصراحه وبالتالي انا عارف مغزى سؤالك انه هل هي فرصة للثقة إن شاء الله تضيف للأهلي في السوبر أم قد تجعل اللاعبين يعني مش يعني مترجعين أو مسترخين لكن فكرة إنهم كسبانين بطولة لا واضح إنهم اشتغلوا صح وإنه بقى جنرال توفيق اللي بيواكب أصحاب التعب والجهد مش بس هيصاحبهم لكن خلى الحكاية سهلة شوية وبالتالي ما فقدوش جزء بدني ده اللي كان مهم من وجهة نظري كبير قوي في مباراه القمه وانا باكد على هذا كلام حضرتك ان لاعبي النادي الاهلي بيعملوا تاريخ لنفسهم يا استاذ بالظبط بطوله وبطوله مهمه من مباراه واحده فبالتالي هم عايزين يزودوا عدد بطولاتهم يزودوا بطولات النادي الاهلي فبالتالي ده واحد من الحاجات التحفيزيه في هذه البطوله وبطوله السوبر امام مصر كابتن عادل انا بشكرك نورت شرفت وبيتك طبعا قناه الاهلي كابتن شكرا يا كابتن بس احنا عايزين كابتن عادل يقول لنا هو بقى فنيا انا قلت الجزء ده فعلا فكره لان محمد قال سؤال معلش دقيقه اتفضل اللي هي فكره القمه دي تؤثر سلبا ام ايجابا في السوبر مع النادي الاهلي لا مع النادي الاهلي الاخرى المقصه كسب الاهلي بعد كده كل المباريات هزيمه والنهارده طلع من كاس مصر وكان رئيس النادي
اللواء المحترم محمد عسلان كان طلع وقال 3 بونت بتوع الاهلي زي اي 3 بونت، وطبعا الكلام ده مش مظبوط. وبالتالي كل الماتشات اللي جت بعد كده وكذلك معظم الانديه يعني حتى طنطا تعادل مع الاهلي، الفارق انك انت زيك وزي عناصر اخرى تتمرن وانت شبل صغير في النادي الاهلي 8 سنين و9 سنين، بتعرف يعني ايه قيمه الفانيلا اللي انت لابسها. صحيح. وتعرف يعني ايه قيمه انك انت لما تتصعد تبقى طالع عن جداره بتلعب على المكسب طول عمرك، مفيش تعادل. علشان برضو احيانا بسمع ان البطولات في الناشئين مش مهمه، مين قال كده؟ اذا انت ما تربيتش على البطوله يبقى انت ما انتش في النادي الاهلي. صحيح. قطاع الناشئين في النادي الاهلي يصعد، ويصعد لمين؟ مش لدوري، يصعد لاوروبا. الله. يصعد انك بتلعب كاس عالم. صحيح. انديه، انك بتاخد بطوله افريقيا باستمرار. صحيح. فالكلام ده لازم تكون بتاخد بطولات في قطاعات الناشئين، بتربي يعني ايه شعار النادي الاهلي، ثم بعد كده لما تطلع تبقى عارف قيمه الراجل اللي عنده خبره. لما يقول لك فاروق تعال، في احمد فتحي يقول لك يا فاروق اعمل حاجه الفلانيه، ويبقى واخدك في حضنه كده، يبقى عارف انك انت بينقل لك. لما كنت لما احمد فتحي بعد عمر طويل يبطل، يبقى فاروق واخد مكانه. صحيح. وهكذا. صحيح. كابتن عادل نورت شرف. طبعا انا جاوب على السؤال طبعا. دقيقة لا لا خالص، ده كابتن عادل في بيته. الجمهور كان محتاجه دعم فني من كابتن عادل. نورت شرف كابتن عادل، والله سعيد بكلام حضرتك ووقت حضرتك معانا. طبعا استاذ عصام بشكرك. شكرا. وجودك معانا بنستمتع بيه. الله يخلي حضرتك، كابتن فاروق. بامان بشاكتك كمان. كابتن انت ابو الشياكه. ربنا يخليك. يعني استمتعت طبعا بوجود كابتن عادل واستاذ عصام طبعا معايا في استاد الاهلي، ودائما يا رب افراح على طول بالنسبه لكل الاهلاويه. طبعا لقاء القمه هيبقى ليه تأثير إيجابي إن شاء الله في مباراة السوبر، والتأثير الإيجابي دائما إحنا كلنا التاريخ بيتكتب. إحنا كلاعبين لما داخلين بطولة بيحب ناخدها عشان بالنسبة لنا كتاريخ، وبالنسبة للمدينة الكبير تاريخ أيضا. فإن شاء الله كل التوفيق لفريقنا في هذه المباراة، مباراة السوبر أمام النادي المصري يعود بها من الإمارات إن شاء الله. بعد الفاصل يكون مع زميلي محمد فاروق سعد، وطبعا متابعة وتغطية خاصة للقاء السوبر. سلام عليكم.